السلام عليكم اخوان. حنايا على كل صراحه حنايا دايرين هذه الوقفه احتجاجيه على بزاف ديال الاشياء. الشركه دخلات ما اعتبرتنا شي وما زادتنا شي، وحنا كاملين تنضربوا على الزياده وتنضربوا على الاجور ديالنا وتنضربوا على الحقوق ديالنا. الشركه دخلات صفر درهم، حتى شي حاجه ما تزادت لنا وحتى شي حاجه ما تحققت لينا. انا يا راه مع الشركه دابا راه شي 16 سنه ولا 20 سنه، انا من ايام التكميد وجر لهنايا راه طالع في 18 سنه. نعم ردنا صحتنا وكذا هادي، والشركه دخلت هادي يعني لا شيء، دخلت ما زادتنا حتى شي حاجه كاع. مره الشركه اللي دخلت دابا راه تا علاقه بالنسبه ليا انايا ولا الاخوان ولا الشيء هذا كامل، كل شيء راه تا علاقه وتكرفصات علينا بمعنى كلمه، وزادتنا في الخدمه وزادتنا في الثمره. سمحوا لي الاخوان، بغيت نهضر معكم على هذا الشيء. هذا حنا كنجينا لهنا كنطالبوا المطالب ديالنا مع هاد الناس. هاد الناس نقصوا لنا، ما زادوناش، دخلوا وعيدوا لنا من الصاير ديالنا الشهريه تقريبا واحد 30 ولا 40 الف عيدوها لنا. هاد الناس ما كيجيبونا الشهر بحال الناس، ما كيجيبوا لابوز لد الناس بحال الناس. ها هما الناس باقا لهم شهرين ما تخلصوش، شهرين ها هما باقي ما تخلصوش، شهرين ورمضان ها هما عار. اليوم اسمع، اليوم عاد قاد اليوم 19 في الشهر، ها هما لنا شهرين وعينا ما نهضروا، داونا ونقصوا لنا والضغط علينا وتمارا وعينا ما صابرين مع هاد الناس. عام دابا دخلت، عام ملي دخلت هاد الشركه، والحديد قديم، قديم لا بريم لا والو. انا شيفور، انا ماشي خدام، انا شيفور وكندي عندي انا اختار من 13 سنه 13 سنه عندي انا والصرف مع هاد الناس. كنواجهوا الليل، الليل خاصو حقو ديال البريما وخاصو شي زياده ولا الليل. الخدمه ديال الليل ماشي هي النهار، انا عامين ديال الليل. مي كتجي لعند هاد الناس تقول لهم من النهار، كيقولوا لك لا، كيعدموا علينا هاد الناس. هاد المسؤولين ما يقول معقورين بزاف، معقورين اكبر حق راقد. الا هضرتي ردوك انت ما كتسوى والو. هاد الناس هاد الادارات هاد الناس ويعملوا عليك ويعملوا لك دوره خايب. دابا كنطلبوا من هاد الناس هادو يتفاهموا معنا، يعطيونا رزقنا، يزيدوا لنا شي بركه، الله يكون في العون. هاد الناس كاملين حقنا، هاد الناس كاملين، هاد الناس كاملين اخي الله يكون في العون. راه كيواجهوا واحد الخطر كبير، كيواجهوا انتم عارفين بلا ما نقول لكم، راه كنهزوا كيجي العيد الكبير اخي العزيز. حنا الناس عيد كتباع الاولاد وحنا مواجهين، انتم كتعرفوا المدينه في العيد الكبير نهار العيد شنو كان. كامله صحتنا تزولوا والعاده بالشديد، والناس والو اخي ما بغاوش ولا حول ولا قوه الا بالله اخوتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، عواشكم بروكه ومجمع خير ان شاء الله. حنا هذه الوقفه اليوم كنقيوها من اجل هذا التماطل ديال هذا اداره عمر، من اجل عدم الاستجابه ديالها مع هذا العميل كما كنقولوا عميل المنكوك. فلهذا حنا ما كنطلبوش شي حاجه مستحيله، كنطلبوا غير شي حاجه اللي هي من واجبنا. الله يجازيهم بخير، خصهم يتجاوبوا معنا وخصهم يلتزموا معنا في المسائل المكتسبات اللي دخلوا عليها عندنا في واحد اتفاقيه سابقه، ومع العلم انهم كيهضموا لنا داك الشيء اللي دخلوا عليه. دابا حنا ما كنطالبوا غير الامور ديالنا تتحسن وما يبقاوش يتمطلوا علينا، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا. السلام عليكم وتبارك الله عليكم، وتحيه نضاليه لجميع الاخوان اللي هما حاضرين معنا في هذا الحفل وفي هذه الوقفه احتجاجيه ضد شركه ميكرو
اللي هي تأسفت علينا بزاف هذه مدة عام، وهي كتأسف على العمال من جميع المسائل، لا من ناحية الدوزان، لا من ناحية الأجرة، لا من ناحية المطالب اللي عندنا. مثال عندنا بعض المطالب اللي هي عندنا في دفتر التحملات، وما كتعملش بديك المطالب اللي عندنا، وزادتنا في السيكتورات، ما جابتناش الدوزان، كما نقولوا كتعسف على العمال بواحد الطريقه اللي هي هيماجيه. وكما نقولوا حنا عندنا اهم حاجه هي الاجره دعامين النظافه. علاش الاجره؟ راه بها كيكون واحد اللمسه كما نقولوا اللي هي مصدر عيش. حاليا الشركه كتماطل معنا في الاجور. الطاقات احسن منا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.